insan ihsan في ضيافة مرسمه ليفتح لنا عوالمه الفنية لنكتشف بشكل مباشر عن خصوصية مرسمه أو محرابه التشكيلي آليات كيف يهيئ آليات وأدوات الاشتغال كيف يتعامل مع بياض اللوحة كيف كذلك إذا كان هناك طقس من الطقوس الخاصة به إلى غير ذلك. في مرحلة ثانية سنناقش في هذا اللقاء مسيرته أو مساره الفني منذ بدايته إلى اليوم الذي بصم على مسار فني متميز وأحد الأسماء المألوفة في المشهد التشكيلي المغربي. ثم نختم هذا اللقاء بالتعرف على المعارض الفنية الفردية والجماعية التي شارك فيها سواء داخل المغرب أو خارج المغرب. مرحبا بك سي حسن حشام. مرحبا. شكرا على الدعوة اللي استضفت ديالك حقك حمد. مرحبا بنا عندك برنامج ديال المحراب التشكيل. بداية كيف قدمت كنت فينا التشكيلي أحد الأسماء المألوفة في مشهد التشكيل المغربي. بغينا حنا نتواجدوا في المحراب ديال التشكيل أو المرسم ديال الفني. بغينا نتكلم بداية على الخصوصية نتاع المرسم ديالك، كيف تهيئ اللوحة، كيف تبني لوحتك التشكيلية، خصوصية المرسم إذا كانت طقوس تهيئها وأنت في مرحلة الرسم إلى ذلك، كل ما يتعلق بمرسمك أو بمحرابك التشكيلي. شكرا. أولا مرحبا بك ومرحبا بالجمهور. أظن أن عندي كباقي الفنانين طقوس في هذا المحراب أو في هذا المحضر. هذه الطقوس هي ليست وليدة الآن وإنما هي تراكمات، وهذه التراكمات بطبيعة الحال أعطت لمرسمي خصوصية ولكل خصوصيته. فالمجال أو المكان المفضل في دنياي إذا أردت هو هذا المرسم، أجد فيه راحتي، هنا أفكر، هنا أطالع، هنا يكون عندي وقتي الخاص بي، ووقتي الخاص بي هو الشيء الأهم، هو حياتي إذا أردت. أما ما تبقى من الأوقات فأعتبرها إذا أردت شيء أو تأتيتات لفضاءات الحياتية، أما الأهم هو هذا الفضاء. إذا أردت أن أتكلم عن هذا المرسم فهو حلم من الطفولة أو حلمي لما كنت طفل. فكباقي الفنانين أظن أن مسألة التشكيل أو الحس الفني هو يصاحب الإنسان منذ نعومة أظافره. فمثلي مثل باقي الفنانين كان عندي هذا الحس الفني وطورته للدراسة ثم إلى أن أصبحت ذلك الإنسان الحالي بكل تواتر. دونك مرسمي فيه التجارب الفنية. أنا لما أتكلم عن التجارب الفنية أتكلم عن التقنيات، وهنا أجرب كل التقنيات، ولا يهمني مثلا أن أرسم بمادة معينة، فأنا أرسم بالشيء الذي يستحضر في ذهني، لا تهمني نوعية الأسنان أو الأصباغ أو الأقلاع أو شيء من هذا القبيل، وإنما قد مثلا أرسم بشيء بسيط جدا بالفحم، أو أرسم بتقطيع التمزيق وتقطيع الجرائد أو لا شيء من هذا القبيل، وبالتالي أحصل على ما يشفي غليلي في العمل الفني. وأعمالي الفنية هي دائما خليط لمجموعة من التقنيات، تقنية التقطيع، تلصيق، صباغة كما لاحظتم، صباغة مثلا لزجة، صباغة عجينية، صباغة رخوة، فحم، مجموعة من التقنيات أو خليط من التقنيات الذي يعطيني الشيء الذي يريح مخيلتي إذا
دونك المعمل ديالي كيف ما كتشوفوا هو معمل في مكان لتجميع لوحات او لوحات فارغه في مكان الاوراق فيه الاسباب فيه ومرحبا بكم من جديد. مرحبا بنا عندك السي حسن. مرحبا. بالنسبه للمسار كما قلت مستمتع على مسار فني متميز وانت احد الاسماء المالوفه والحاضره بقوه في المشهد التشكيلي المغربي. اذا طلبنا منك السي حسن انك هذا المسار في الفن الغني والمتنوع الى غير ذلك كيفاش يمكننا تقسم هذا المسار ديالك الى مراحل؟ اذا تكلمت عن المراحل اظن ان في الاول قبل الاحتراف أو قبل الدراسة كنت أخدش كباقي الهواة الصغار، كنت أرسم أخدش، أنا سميتها مرحلة الخدش، ومرحلة الخدش نسبة إلى ذلك الطفل الصغير الذي لا بد له من أخذ مثلا قلم رصاص أو من أخذ هذه الأقلام وإخراج ما يجوز في خاطره فنيا. فتجاوزت هذه المرحلة وكانت مرحلة فيها نوع من العبثية وفيها نوع من هي لا تخرج من الذاتية لكن بشيء من العبثية. دخلت مرحلة الدراسة وتلك المرحلة أو دراسة الفن أقول كنت محظوظ كوني كنت من الذين نجحوا في هذا الامتحان وكنا اثنين فقط في محمدية. فذهبت إلى مدينة الدار البيضاء وتم استقلت موهبتي وتم عرفت أو حرقت المراحل التي أوصلتني إلى ما أنا عليه بطبيعة الحال زائد واحد المرحلة زائد تمرسي لهذه التقنيات في المرحلة الفاصلة بين تخرجي و الآن. إذا المرحلة الأولى درست في مدرسة الفنون التشكيلية. فالفنون التشكيلية أو الفنون الجميلة تقريبا نفس الشيء، فقط أن الفنون التشكيلية تأخذ شهادة البكالوريا، متوج في نهاية المطاف في شهادة البكالوريا، في حين أن الفنون الجميلة هي فقط دبلوم هو معترف به لكن ليس كهذه الشهادة التي تخول لك آفاق أخرى. إذا المرحلة الأولى هي مرحلة إذا أردت مرحلة كلاسيكية كباقي أي فن، بمعنى كنت أنقل أو أستنسخ الواقع الذي أعيش فيه أو أستنسخ الأرياف المغربية، وجوه، بيزاج أو طبيعة ميتة، المشاهد المألوفة في السباق المغربية إذا أردت. لكن أصابني الملل من هذه المرحلة الكلاسيكية فانتقلت إلى مرحلة شيئا ما جريئة، وإذا أردتم المرحلة الكلاسيكية يكون فيها اللون أو اللطخات جد لا تظهر آثار الفرشاد. وانتقلت إلى مرحلة أخرى أكثر إذا أردتم أكثر عنفوانية، وهذه المرحلة إذا أردنا نقول مرحلة انطباعية فيها تظهر لطخات الفن، وهنا حرية أكثر في التقنية، لكن الموضوعات ظلت موضوعات إذا موضوعات فولكلورية أو موضوعات من الواقع الذي أعيش فيه. دونك مكثت فيها مرحلة وكنت أسمع أن الآن الموضة هي موضة التجريدية أو موضة كذا، فكان لا يهمني هذه الأشياء، أنا أرسم ما يحلو لي، ما يجوز، لا أقول ما يجوز بخاطري وإنما ما أحب أن أرسم، فإذا أحببت الشيء تفانيت فيه، رسمت أو ظليت في هذه المرحلة مدة طويلة جدا. أقول لا أقول طويلة وإنما مدة تتراوح ما بين 6-8 سنوات. نعم 8 سنوات هذه المرحلة بدأت تثقل قلبي، بدأت أنفر منها شيئا ما. أصابك أيضا الملل؟ نعم أصابني الملل صراحة. المرة الثانية المرة الثانية أصابني الملل، لما أصابني الملل بدأت أبحث
تصور او ارسم اخذ اخذ رسومات للمجيء المعمل ديالي ثم انسج هذه اللوحه. قلت لابد ان تكون عندي بصمه خاصه، لابد ان اجد مكانا في تاريخ الفن المغربي، وبالتالي لماذا اخرج للموضوعات مع العلم ان الموضوعات هي موجوده في محيطي. فمرة كنت في المقهى وكانت هنالك نادلة أثارني فيها ألوانها الضاربة، زينتها التي لم تكن ما كانتش هذيك الزينة ديالتها طبيعية، والسيدة ليست من الطبقة المثقفة. فقلت هنالك أزمة في هذا الجنس، لا نقول جنس بشري، كانت امرأة أو لا رجل، وبالتالي تولدت عندي هذه الفكرة، فكرة الاشتغال على أزمة الهوية. أقول أزمة الهوية عند المرأة، لما أتكلم عن المرأة بطبيعة الحال أتكلم عن الرجل، فأنا لست من الذين يدافع عن المرأة وإنما أنا شاهد عصر. فلاحظت هذه المرأة فتكونت عندي فكرة أزمة الهوية، أزمة الهوية عند الإنسان بصفة عامة وعند المرأة بصفة خاصة. فهذه المرأة ليست بأوروبية، ليست بمغربية، فإنها مخضرمة الجنسية، وبالتالي بدأت عندي هواجس جديدة للاشتغال، هواجس أقول هواجس معاصرة في الموضوع، ومعاصرة أيضا في طريقة الاشتغال. فلم يعد عندي البعد أو العمق في لم يعد عندي ما يسمى بالبرسبكتيف في اللوحة، لا يهمني البرسبكتيف، وإنما يهمني فقط الخبر أو النبأ الذي تحمله اللوحة، أو يهمني القيمة التي أدافع عنها أو الشيء الذي أنبذه في مجتمعي كقيمة فاسدة. وهنا بدأت في وضع كل ما أوتيت بقوة من مؤثرات، إذا أردتم مؤثرات لونية ومؤثرات شكلية، زائد إضافتي لما يسمى بالهالة لهذه المرأة، فهي مهللة في هذا العصر نظرا لكون الجمهور كله معجب بها، ويعلم هذا الجمهور أنها ليست في المستوى، فهي مهللة في نظري، فهي في أزمة. فموضوعاتي تتركز حول هذه المرأة، لكن لم أغفل الرجل. فأعمالي فيها رجال، لكن أقول أن هذا الرجل شيئا ما نكرة، هو موجود ولكن لا أترى لوجوده. فالهيمنة هيمنة نسائية، كما هو هذا العصر، فالهيمنة إذا أردنا أبينا أو كرهنا هي هيمنة نسائية. شيء مهم أن يشتغل الفنان، ولا يسمى فنانا إلا إذا كانت له قضية. دائما أقارنها في فكري الحالي بقضية فنانين كبار، قضية غيرنيكا مثلا، قضية نسائيات أفينيون. فالفنان هو الذي يشتغل على قضية. دونك أقول كمساج للفنانين المغاربة وللإنتاج الفني المغربي الذي كثر، لا بد أن تكون هناك غربلة، لا بد أن نشتغل على قضايا.
وإلا فننا لما فننا؟ هل فننا فقط لكون الناس تقول عنه جميل؟ هذا ليس بفن. الفن ليس هو وضع هذه اللوحات أو هذه الأعمال على تزويق الجدران بهذه اللوحات، ليس هذا هو الهدف، وإنما الهدف إضافة قيم في هذا المجتمع، أو نبذ أشياء طبيعة الحال تضرب بقوة قيم هذا المجتمع. إذا لابد من قضية، وأظن أن قضيتي ستكون إن شاء الله واضحة المعالم عما قريب في معارض فردية. شكرا سي حسين الشام، جلسة معك حوار ممتع، شكرا على استضافتك لنا برنامج في حياة الشبيب. نخليك كلمة أخيرة باش تختم اللقاء. مرحبا بكل من هو ساعي